بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم الناطق الرسمي باسم جيش العزة النقيب أبو سالم، يحدثنا عن آخر الخروقات التي قام بها النظام مؤخرا وعن الوضع بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أخي أبو سالم، الجميع يعلم غدر النظام منذ أيام، وماذا حدث بالضبط؟ حدثنا ماذا حدث بالضبط. يبدو أن هناك مشكلة بين الدول الضامية كروسيا وإيران بما يخص اتفاق سوتشي، حيث طبعا ليس بجديد غدر النظام وميليشيات إيران وحزب الله قاموا بالإغارة على نقطة رباط خاصة بجيش العزة، مستغلين سوء الأحوال الجوية طبعا بتغطية من طيران الاستطلاع الروسي. التغطية كانت لمدة 24 ساعة تقريبا باستخدام أسلحة ليلية كقناصات حرارية ومناظير ليلية حديثة جدا، وقاموا بالهجوم على نقطة رباط خاصة بجيش العزة. والحمد لله رب العالمين، بعد سقوط الشهداء تم تحرير النقطة واستعادتها. أخي أبو سالم، ماذا كان رد جيش العزة على هذا الاختراق لاتفاق سوتشي، وماذا كان رد بقية الفصائل على هذا الاختراق؟ بالنسبة لاتفاق سوتشي أو بالنسبة لجيش العزة، جيش العزة لا اتفاق أستاني ولا اتفاق سوتشي ولا أي اتفاق آخر أوقف القصف على هذا الفصيل جيش العزة. منذ بداية التدخل الروسي وحتى الآن في كل يوم يتم قصف جيش العزة بالعديد من القذائف المدفعية والصاروخية والطيران. كان الرد الحمد لله رب العالمين بالتثخين بقوات النظام في حاجز الترابيع. أيضا هناك ردود قادمة إن شاء الله، ما زال الرصاص بأيدينا ودمع المستحيل في مآقينا، سنصنع لهم توابل المفاجآت وسنخرج الماء من خاصرتهم بإذن الله. هناك فصائل قامت بالرد على هذا الاختراق أيضا وثأرت لدماء شهدائكم، ومن ضمن هذه الفصائل هيئة تحرير الشام قامت بالهجوم على أحد النقاط، حدثنا عن هذا الأمر. الحقيقة يعني كما سمعت، أنا سمعت ليس لا أحد لديه تفاصيل عن هذه العمليات سوى هيئة تحرير الشام. أخي أبو سالم، في ظل انتهاكات النظام المستمرة لاتفاق سوتشي، حدثنا عن رؤيتك المستقبلية لهذا الاتفاق. اتفاق سوتشي كما ذكرت لك أنه يبدو أن هناك يعني عدم رضا أو اختلاف بين الدول الضامنة كإيران وروسيا. يبدو أن إيران تحاول إفشال هذا المخطط أو تريد العودة إلى المسرح العمليات بعد أن تم يعني إبعادها قليلا. يبدو أنها تريد تقول للجميع أنني موجودة، خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عليها. يبدو أنها تريد أن تحصل شيء، لذلك تعمل خفية أو جهارا سواء كان بالاتفاق أو خفية على إفشال هذا الاتفاق الذي أراه يعني إن بقي هكذا هو يعني ولد ميتا. جزاك الله خير أخي أبو سالم، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، كنت معكم أنا شهاب الظفيري من On The Ground News. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.